المراتب بإذن الله تعالى. وبنقول لحضراتكم مرحب بيكم مرة تانية. النهاردة يوم مع علم النفس، أهداف علم النفس التربوي، ومع الأستاذة فاطمة قيدارة من تونس، ومترجمتنا النهاردة الدكتورة علا. أهلا وسهلا بيكم، مرحبا، شرفتونا، جزاكم الله كل خير. ونبدأ الورشة النهاردة مع الأستاذة هادية بقراءة القرآن الكريم. واضحة الشاشة حضرتك؟ نعم إن شاء اتفضل. الله. إذا ننطلق على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يئن يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله مولانا العظيم. وكالعادة رسول الله بيننا من خلال الأحاديث النبوية الشريفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالعلم والأخلاق ترتقي الأمم في مبادرة تدريب مليون معلم ومدرب خبير مايكروسوفت مع أمير وهيديا، وطبعا حفاظا على الخصوصية مع الدكتورة آلاء. نرجو غلق المايك والكاميرا حفاظا على الخصوصية. التفاعل مع الأنشطة اليوم مع الأستاذة فاطمة، والتفاعل مع المدرب إن شاء الله حصة تدريبية رائعة بحول الله. تفضل. السيدة فاطمة قدارة من تونس، مرافقة تربوية من مدينة صفاقس، خبرت 6 سنوات في مرافقة أطفال طيف التوحد، شهادات تدريبية متعددة من مهارات الحياة، تعديل سلوك الأطفال، البرمجة اللغوية العصبية، الاضطرابات النفسية عند الأطفال. أنا دكتورة علا. معنا الدكتورة علا، طبعا الخبرات والمهارات كورس، دورة تدريبية في التعرف على الطفل التوحدي وكيفية التعامل معه، كورس لغة إشارة وكيفية التعامل مع الأصم، دورة تدريبية في تدريب المدربين، دورة تدريبية في التعرف على الإعاقة العقلية وكيفية التعامل معها، دورة تدريبية في تعديل السلوك وتنمية مهارات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، دورة تدريبية في مبادئ التربية الخاصة، دورة تدريبية في صعوبات التعلم وكيفية التعامل مع الأطفال ذوي الصعوبات التعليم، ثم معلومات طبعا حول الاتصال. هي مدربة ومترجمة لغة الإشارة بمركز أبيليتي للدراسات والتدريب، ليسانس أداب والترجمة فلسفة واجتماع، دبلوم مهني في التوحد، دبلوم خاص في التربية الخاصة، ورشة لغة الإشارة وسيكولوجية التعامل مع الأصم، ورشة لغة الإشارة وكيف تصبح مترجم فوري، ورشة تعليم لغة برايل، المترجم الرسمي في المؤتمر الحصري للأشخاص ذوي الإعاقة. نعم، المترجم الرسمي في الملتقى المصري الأول لمترجمي لغة الإشارة، والمشاركة في برامج محو الأمية الخاصة بالصم وضعاف السمع بمركز إبيليتي للدراسات والتدريب، والمشاركة في بعض الجولات الأثرية الخاصة بالصم وضعاف السمع. وطبعا هي معنا الآن، انضمت إلى فريقنا، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. أوكي، تفضل. طبعا هذه المبادرة من أجل عيون من أجل عيون كل متدربين ومدربين في الوطن العربي، رحبوا بهم الكل. معكم ثنائي المبادرة، الأستاذة هيديا ملكة البنسي ومدربة عربية وخبرة 30 سنة في التعليم، وشريككم في أغلب الحصص، وطبعا مع بعض إن شاء الله في هذه المبادرة وفي مهرة القرن 21 نتواصل، نعمل وننجح إن شاء الله سويا
مع أمير طبعاً نفس الشيء، أستاذ لغات أجنبية وصاحب خبرة أكثر من 30 سنة، مدير مدرسة وصاحب شارات سفير لعديد التطبيقات ومعلم معتمد للعديد أيضاً من التطبيقات. باختصار بالنسبة لي ولأمير حتى لا نطيل عليكم ونمر مباشرة إلى مبدعتنا ومدربة المبادرة بامتياز الأستاذة فاطمة جدارة. مرحبا فاطمة، تفضلي، أهلا وسهلا في مبادرتنا الرائعة، ونرحب بكل حضورنا طبعا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي أستاذة فاطمة. السلام عليكم، مرحبا بكم، تشرفت بجميع الحضور. مبادرتنا هي مبادرة طيبة لله في سبيل الله. أنا فرحانة برشا لانضمامي إليكم اليوم. حصتنا مش نتحدثوا على أهداف علم النفس التربوي، نحب نفعل الأستاذ لو تسمح. هنعمل بس التعرف معهم وبعدين نشتغل على إن شاء الله بإذن الله تعالى. تمام، اي نفعلوا تويك الكلاس بوينت. انا عملت لهم شريحه نتعرف شويه بحيث ان لما الاخرين ينضموا الينا باذن الله تعالى. تمام، شريحه للتعارف على طول، يعني هيكتب الاسم واللهم صل على سيدنا محمد، الوظيفه والبلد بس. تمام، وبسرعه كده. الوظيفه او المهنة طبعا. الوظيفه او المهنة في البلد، يمكن أن نضيف مثلا تونس بنزرت، هكذا نعرف البلد والمدينة أيضا، خلينا نعرف بعضنا أحبة المبادرة بإذن الله تعالى. الحين هيطلع الكود إن شاء الله أهواني على الموجود، وأنا بجيب لكم الرابط أهو. حاضر، الرابط هحطه على الدردشة بإذن الله. لحظة واحدة، حطيته الأستاذ أمير على الدردشة. اوكي، لان نفس الكود شايفه كده، لان احنا كنا غيرنا الشريحه. 94623. اي اوكي تمام، وانا بحطه كمان هوني على اساس ان احنا كلنا ننضم يا جماعه مع بعض. وبهتكتب بس حضرتك حاجات بسيطه، نطلب منكم الانضمام على الكلاس بوينت مثل كتابه على الشات. وفي والنهارده في شهاده للكلاس بوينت كمان باذن الله تعالى. واثنين، واحده ليا واحده للاستاذه هادي. بنقول لحضراتكم أهلا وسهلا بكم. طيب أنا الوقت عشان وقتنا كمان هنفعل الشريحة بس كلنا ننضم إن شاء الله. تمام بإذن الله تعالى. هذا الكود اللي معاه الهاتف بتاعه بينزل قارئ الباركود، ومجرد أنه يحطه على قارئ الباركود هنا اللي هو الكيو آر بيدخل في الصف مباشرة، ما بيحتاجش شيء، بيعمل أوكي ولو طلب الرمز هو 94623 94623. اوكي، شكرا لكم. تمام، طيب انا بنشغل السؤال. فعلت السؤال كوليكتنج هنا الايه ريسبونسز، ونشوف بقى حضراتكم. العالم الباركود يا امير جاء. حاضر حاضر اوكي. لا، دخول حضرتك ما شاء الله عليهم، هم ممتازين اهو. الباركود اهو تاني اهو موجود. تمام، أو دقيقة واحدة. يلا، عندنا الأستاذة فاطمة والأستاذة ورد، أهلا وسهلا بكم. الأستاذة منى، أنا هشيلها عشان نقرأ الأسماء بس راح مني تاني. أهو جايبين هنا ما شاء الله هنا الرد، الأستاذة وداد معلمة علوم، وعندنا من ليبيا أهلا وسهلا. الأستاذة رقية معلمة من ليبيا أهلا وسهلا، شرفتونا. والأستاذة آلاء أهلا وسهلا، معلمة من السعودية. أستاذ محمود حسن إبراهيم معلم أول بالأزهر مصر قنا فرشوط المسيرات، اهلا وسهلا بالجميع. اهلا استاذه منى، اهلا استاذه خلود خليل، اهلا استاذ التعليم ابتدائي تونس. الاستاذه منى طالبه جامعي، اهلا وسهلا، شرفتونا جميعا، اهل السعوديه. واهلا استاذه همت، مرحبا. عاوزين اللوحه دي تكتمل كلها كده، لسه قدامي بالظبط دقيقتين ونص اهوني، يلا بسرعه. استاذه امل اهلا وسهلا، الغفريه من سلطنه عمان اخصائي شؤون اداريه، مرحب بيكي شرفتينا، اهلا وسهلا. استاذه رانيا الهندي اهلا وسهلا، البلد سوريا مقيمه بالسعوديه. الاستاذه هويده محمود عبد الرازق والجميع ما شاء الله. والاستاذ زهير رحمي مرحب بيك.
القصرين تونس، أهلا وسهلا. الأستاذة هادية الرياحي، أهلا وسهلا، مدربة ومنسقة المبادرة، أهلا وسهلا بكم جميعا، شرفتونا. لسه الوقت كتير. أرفع الموسيقى شوية. يلا نحمسكم، يلا كل الحضور احنا عندنا كتير وما شاء الله، يعني يلا الكلنا النهارده. نتفعل، الناس الكل نعم، معانا عندي البرو. هنا في الشات معلق بداية علي محمد سهل. من ليبيا، لا، ما يدخل على عندي يدخل الأستاذة رانيا الهندي وظيفة ندخل معلمة على كلاس مدربة بوينت، ببلد كلنا زير. ندخل على الكلاس ندخل بوينت على وانا كلاس بوينت، يلا ندخلوا على الكلاس بوينت. ايوه يلا ادفعلوا معانا. ما هو ده، انت بتحمس الطلبه بتوعك بحيث ان هم يتفاعلوا مع يلا الاداه استنى بس الفنيه دي. ندخل الكلاس بوينت، انا تنعود نحط لكم الرابط. طيب ايوه اوكي، يلا نتفاعلوا، وانا عاود حطيت لكم يلا يا الرابط. سلوى يا محمد اهلا يا وسهلا، استاذ طلعت يا اهلا استاذ وسهلا، عبد الرحيم، يلا تفضلوا. اهلا وسهلا. في يلا الاسماء تقول تفضلوا معنا، استاذه ناديه المهنه، اهلا وسهلا، سلطنه يلا عمان، مرحبا بيكم. استاذه سوزان المنصور، معلمه لغه عربيه من سوريا، اهلا وسهلا. نعم استاذه نوها، منسقه لغه عربيه في الامارات، مرحبا بيكم جميعا. استاذه ماجده نبيه، اهلا وسهلا، ودايما معانا في المبادره، ما شاء الله عليها، مواظبه، وكلهم ما شاء الله حضور كريم ما شاء الله. اهو خدوا صوره للوحه الجميله دي. تمام، اهلا وسهلا بيكم، دي اداه جميله رائعه جدا، وبنعمل لكم حصص عليها عشان تتفاعلوا مع الطلبه، فيها تغييرات جديده جذريه، وان شاء الله هنعمل مسابقات، واللي يفوز هياخد برو 3 شهور مننا كمان. انا عامل مسابقه للي يعمل احلى شعار وللمبادره، وكده ان شاء الله نتمنى الجميع يفوز فيها باذن الله. اهلا استاذه منى، مرحبا بيكي، مدرسه مجال عمان، اهلا وسهلا. يلا كلنا بقى، احنا عندنا الصف كتير، يعني ما شاء الله ياخد 200. ده بالنسبه للاستاذه علا، ده الكلاس بوينت، ده يلا اداه داخل الباور بوينت، دي بنفعلها، يعني يبقى معايا مثلا في الصف العادي 25، اللي يا معاه ألفة حقوق انزل على تخليه الرابط يجي. وادخل معنا، في ألفة رابط انزل على للحضور. الرابط وادخل معنا، تقع روحك في تمام القسم خلاص، اكتب كله اخذ ألفة من جائزه، تونس. وشكرا ليكم. وانا بعمل هنا بقى الشريحه، خلاص الشريحه كده، انا عملت 4 دقايق عشان وقتكم بس. بنعمل ايه؟ بضم الشريحه خلاص للباور بتاعنا، وبنقول لكم شكرا. لسه في اسئله كمان معانا هنا، هتدخلوا تاني باذن الله تعالى. اهو شوفوا اسماء حضراتكم كلها جايه هنا موجوده بالوظائف بكل شيء. طب اتفضلوا استاذه. هلو، نحب نسألهم تويك سؤال نعم، كلاس بوينت، اوكي، نحب نسألهم ما هي توقعاتكم في حصة اليوم في نعم، الحصة. اللي ما لحقش يدخل يدخل معانا تاني عادي، اوكي، يلا او نعاود نتفاعلوا على كلاس بوينت. نعاود تاني ان شاء الله. وانا هشغل هوني عندكم، ادا الباركود هوني تاني، والاسماء موجودة معانا هي ما شاء الله. وعايزين كمان احنا 33، وفي داخل يلا الحجرة حلو ان شاء عندنا ما الله، شاء الله الحضور كبير، 68، وفي هنا لسه كمان، يعني انا ما لحقت، عاوزين نشير عشان الناس الاخوه اللي موجودين. اهلا استاذه اولف، اهلا وسهلا، في حد رافع ايده هوني، انا مش عملت لهم. يلا اتفضلوا كلكم داخل القاعه، اهلا وسهلا بيكم، شرفتونا، يلا الكل جزاك الله خير. تمام، ها ايوه شايفين، والله لوحه جميله جدا، كلنا نشوف متفاعلين هوني ما شاء الله عليكم. تمام، ابدا ولا شغل الباركود؟ ايوه تمام، لسه اهو يلا هنا بقى نبدأ. 38، عايزين اكتر، عايزين اكتر. جميل جميل، الاستاذه اهلا وسهلا دليله، مرحبا بك. الاستاذه هنده، اهلا وسهلا. الاستاذه نجوى، اهلا وسهلا. الاستاذ سعيد اجاديره، دكتور، اهلا وسهلا دكتور سعيد. هو الاستاذه فصل ساميه، الأستاذ أمين يمكن أن يحتوي على 300 نعم متدخل، طبعا بعد نعم الطلب الكبير في مخيم كلاس بايت كان نعم أمير أول من قدم تدريب، فكان نعم له شرف الحصول على 300. هو في نعم العادي افيك البرو لديكم 200 شخص، وفي العادي أيضا كلاس بايت العادي 25، وهذا جيد للتفاعل طبعا في فصولنا. نعم تفضلوا.
بنديلهم اهلا وسهلا يلا كلهم، استاذه تفضل. شيرين اهلا وسهلا، يلا والاستاذه مرح اهلا وسهلا، وعندنا كلهم ما شاء الله اهلا، والاستاذه الفه اهلا وسهلا، كلكم ما شاء الله عليكم، جزاكم الله كل خير. 40 لسه كمان، يلا يلا بسم افعل السؤال بقى، افعل. اوكي طيب بص بقى، بسم الله يلا اتفضل. عندنا سؤال، ايه توقعاتكم للمحاضره النهارده؟ هنكتب بس حاجة بسيطة على الجنب كده، هتلاقي الدردشة هتكتب فيها حضرتك وتعمل سبميت بس. الله، أهلا أستاذة هنا، أول حاجة درة ممتازة ما شاء الله وقديم، كل الخير كالعادة مستر زهير، أهلا. مثال الساحلي أستاذة لا أعمل ومحاضرة تحت، ماشي أوكي، إنها تكون محاضرة رائعة إن شاء الله. أهمية الأغراض البيداغوجية في العمليات التربوية عن سلوكيات الخاصة بالتعلم، محاضرة مفيدة إن شاء الله. تعرف أهلا وسهلا جميعا، لا ما شاء الله عليهم، ده في تفاعل جميل قوي يا أستاذة، للتعرف على المشاكل والصعوبات اللي بتعترض العملية التربوية، محاضرة عن كيفية التعامل مع الطلاب داخل الفصل الدراسي، ستكون محاضرة مفيدة إن شاء الله، وأهلا وسهلا بكم، حاجة جميلة جدا ما شاء الله، شكرا جزيلا. انا هخفض الموسيقى كلها عشان تهدي اعصابنا شويه. تمام. اهلا وسهلا بالجميع، استاذه رانيا، الاستاذه صفيه، اهلا وسهلا كلكم ما شاء الله عليكم، جزاكم الله كل خير، تستاهلوا كل شيء طيب. يلا قدامنا الوقت بسرعه، واللي ما انضمش انضم لينا، وانا بدي هو نقول للجميع، وحاجه زي الكل كمان، وفي شهادتين النهارده للكلاس بوينت ان شاء الله في اخر التدريب، هيكون لكم باذن الله تعالى واحده مني وواحده من الاستاذه هاديه. تمام، استعدوا بقى عشان ما حدش يرحل. تمام، وشيروا اللقاء، انا مشير بس لسه الباقي ان شاء الله، بس لان انا معايا الباور فبشغل وانا. تمام، استاذ عبد الرحيم مرحب بك، اهلا، الجميع ما شاء الله عليهم فعلينا هوني، حاجه جميله جدا، وبديلهم انا ايه هدايا اهو، وكله يستاهل بصراحه. التعرف على أهداف علم النفس التربوي، كيف تسخير كيفية تسخيره في العملية التعليمية، الأستاذة ماشي هبة عبد الحفيظ صح؟ والهدية. طيب الأستاذة هنا هندة، أهلا وسهلا، بتقول محاضرة جيدة إن شاء الله كعادتنا معكم، أهلا وسهلا بالجميع، شرفتونا جزاكم الله كل خير. ها ما عادش الا دقيقة ونص، يلا بسرعة، اللي ما لحقش يدخل تاني في الصف. بنقول الكلاس بوينت من الادوات الرائعه الساحره، لسه دي حاجه جزء فيها يعني بسيط، بيجيب لك بقى الحضور وبيجيب لك كل حاجه، الحاله بتاعتك والدخول منها، عندي 9 4 6 2 3 ده الخاص بينا. تمام بالصف، اهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا، انا بنعطيكم كلكم نجوم هوني. تمام اوكي، في الأستاذة سعيدة، أهلا وسهلا سعيدة تواجدي معكم، وإحنا الله أسعد بيكم كلكم إن شاء الله، محاضرة متميزة وممتازة، معرفة بعض الأساسيات في لغة الإشارة إن شاء بس الله، بس لسه الإشارة انا هيبقى لها حاجات. نعم أو خلاص مشكورين لكل ما تفاعل معانا واللي ما تفاعلش معانا نشكرهم. نعم، يلا نزيدوا نتفاعلوا اكثر. نص دقيقة أهو خلاص. طيب السلام عليكم. عليكم السلام، السلام عليكم. سلام، اهلا تفضل، وسهلا، مرحبا بك. منذ قليل وانا رافعة ايدي انتظر من يشير لي للتفاعل، وعندما سمعت أنكم سمحتم لي بذلك فأردت أن أتدخل وأن أشكركم على هذه اللمة الجميلة والطيبة والرائعة بروعة حضورها وبنقاوة أذانهم وبعطائهم أو إرادة عطائهم اللامحدود والذي له أهداف سامية، وهي خاصة رسالة جيدة جدا تتمثل في خاصة في تربية الأطفال، والتي هي من أسمى الرسائل الإنسانية، خاصة أننا ننشئ ونربي أجيالا سوف تكون في المستقبل رجال الغد ونساء الغد. شكرا أستاذ أمين، دكتور أمين، شكرا للحضور، شكرا أيضا للأخت فاطمة التي سمحت لي بهذه الدعوة وبالانضمام إلى مجموعتكم النيرة. شكرا، ورمضان كريم، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير.
مرحبا بك، أهلا وسهلا. مرحبا بك ألفة، عايشك يا فاطمة، شكرا بك المبادرة، مبادرتك ومبادرة الناس الكل. تفضلي. نعم، رجع الشريحة الأخرى اللي قبلها أستاذ أمير. لا حاضر حاضر، بس شوفي الدكتورة علا موجودة. تمام، عندنا بقى هنا في الأولانية دي خلاص. نعم. موضوع حكيتنا اليوم نتاع السؤال اللي حكيت لكم نعم. فيه، أيوة. نعم، هو ما هو الهدف، مش نحكيه ما هو الهدف، مش نتحثوا على الأهداف التربوية، مش نتحثوا أيضا على الأهداف التعليمية، ومش نحكيه على أهداف سلوكي وشروط تكوين الهدف السلوكي ومجال الأهداف التربوية وفوائد الأهداف التربوية. أما قبل ما نمر لهذه المراحل، نحب نسأل السادة الحضور، ما هو مفهوم علم النفس التربوي؟ نسأل السادة الحضور اللي عنده المايك مفتوح، يفتح المايك ويحكي معنا ويقول لنا ما هو مفهوم علم النفس التربوي. تمام، تفضلوا حضراتكم، ارفعوا ايديكم وانا بديكم المايك ان شاء الله. اهلا وسهلا بالجميع. الاستاذ زهير، الاستاذه ألفا، اهلا استاذه في فاطمه الزهراء، تفضلي، اهلا وسهلا، رفع ايدك، تفضلي. الاستاذه منال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بالاستاذ، مساء الخير استاذ امير، مساء الخير استاذه فاطمه، موفقه في ورشه اليوم. وجدتموني ذاهبة للعمل لأنني أشتغل في 12:30 توقيت المغرب، ولكن وددت المشاركة معكم. علم النفس التربوي هو فرع من فروع علم النفس وميدان تطبيقي من ميادين علم النفس، يعنى بكل ما هو تربوي كتعريف مقتضب. شكرا. الله يبارك فيك، تسلمي. أيوة، خير كلام ما قل ودل. الأستاذة منال، أهلا وسهلا، والأستاذة مسرة، تفضلي، والأستاذة مريم، تفضلي. أيوة أستاذة منال، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، منورين أستاذ أمير، أستاذ عايشك، شكرا. علم النفس التربوي هو كيفية التعامل مع الطفل بسلوك، من سلوكيات ومن أساليب، وأهدافه إنك أنت تخلي الطفل معناها يكون في بيئة معينة، مع نفسية معينة، باش تقدر تفهم أنت تتعامل معاه. نعم نعم، مشكورة الأستاذة منال، الله يبارك فيك. تمام، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. تقريبا علم النفس التربوي طبعا علم يهتم بالبحث عن سلوك الفرد وصفاتي ودراسة الشعور للفرد ولا شعور في نفس الوقت، وأنه دراسة تفسير سلوك الأفراد والتحليل لضمان يعني أن نوصل لفهم صحيح لعملية التعلم والتعليم. نعم، أشكرك. شكرا أستاذة. نعم، في حد ثاني؟ في الأستاذة مريم، تفضل. أستاذة مريم، والأستاذة نهى، والأستاذ عبير، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أولا أريد أن أشكر هذا الفريق على كامل المجهودات المبذولة لتوصيل رسالته، وأثمن جهودكم. ثم أجيب على السؤال فأقول أن علم النفس التربوي هو علم يعتني بالسلوكات التي يبديها الطفل داخل المدرسة، وهو أيضا يعنى بالمشاكل التي تواجه هذا الطفل وكيفية تدارك الأمر والأخذ بيده إلى الطريق الصحيح. وشكرا لكم. شكرا جزيلا على التدخل الجميل ده. أستاذة نهى، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علم النفس التربوي، الله يبارك فيك. علم النفس التربوي هو مجموعة من الدراسات الموجهة لمعرفة كيف يحدث للتعليم أو تحديث للتعليم. أيضا ممكن نقول علم النفس التربوي هو فرع من علم النفس الذي يدرس فيه المشكلات التربوية باستخدام طرق نفسية وأساليب ومفاهيم
وضعت لخدمات لهذا الغرض. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم. الله يبارك فيك. عندنا الاستاذه عبير خلاص. طيب الاستاذه سوزان تفضلي. استاذه سوزان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لعلم النفس التربوي من العنوان سأستنتج أنه يقسم إلى قسمين، أولا علم النفس، ثانيا الناحية التربوية. إذا علم النفس هو معروف لدى الجميع التي يتعلق ما يتعلق بعلوم أو بفلسفة بشكل عام، لكن اقترانه مع كلمة التربوي هنا أصبح فرع من فروع علم النفس التي تهتم بتربية الأطفال وتقويم سلوكهم بأفضل الأساليب. هذا باختصار هذا ما أعرفه عن علم النفس التربوي. كل الشكر لكم وللمحاضرة الرائعة الأستاذة. شكرا لك. الله يبارك فيك. أستاذة عبير خلاص رفع. طيب أستاذ وليد رفع إيده. أهلا وسهلا أستاذ وليد. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. يعطيكم صحة على هذه المبادرة. علم النفس التربوي هو جملة من الاستراتيجيات والطرق لفهم سيكولوجية التلميذ والجانب النفسي، وهنا يقوم العمل على تقوية سلوكيات التلميذ وفهمه. نعم. وشكرا. الله يبارك فيك. طيب في حد كاتب عشات هنا بتقول الأستاذة آلاء يهتم بالفروق الفردية للأفراد وتنمية المهارات. برضو في جست بيقول باختصار كذلك والدراسات العلمية للسلوك والعقل والتفكير الشخص. أيضا أستاذة خلود بتقول تعريف علم النفس التربوي أو يعرف على أنه هو لحظة كده بسم الله الرحمن الرحيم لأن في حد كتب بسرعة بيقول لي هنا هو إيه العملية بأن علم نفس التربوي والدراسة العلمية لعلم النفس في مجال التربية أي وضع المبادئ والمفاهيم والنظريات التي تحكم سلوك المتعلم في مواقف التعلم والتعليم. أهلا وسهلا بالجميع. أيضا الأستاذ محمود حسين كاتب علم النفس التربوي وهو الدراسة العلمية للسلوك الإنساني الذي يصدر خلال العمليات التربوية وهو مجموعة من الدراسات الموجهة لمعرفة كيف يحدث التعلم، وهو علم قائم على مجموعة كثيرة من الحقائق ومجموعة من المعارف المستنبطة من الأبحاث العلمية في علم النفس. شكرا لكم. جزاكم الله كل خير. مشكورين. مرر الشريحة أستاذ أمير. علم النفس كيف ما قالت الأخت الساعة ينقسم إلى قسمين. علم النفس، تعريف علم النفس هو دراسة علمية لسلوك الإنسان وعلاقته بالبيئة المحيطة به. أما علم النفس التربوي هو دراسة علمية لسلوك الإنسان المعلم والطالب الذي يصدر من خلال التعليمية والعملية التعليمية والذي يهتم بالمبادئ والمتطلبات الأساسية للعملية التعليمية. المبادئ مثال الفروقات الفردية، التعزيز، التفاعل الاجتماعي إلى غير ذلك. أما المتطلبات مثل المنهج، الأهداف، الوسائل، الاختبارات، الواجب إلى آخره. نمرر الشريحة أستاذ أمير بتاعنا. أيوة. هنا لكل مجتمع من المجتمعات الثقافية ثقافته وفلسفته وأهدافه الخاصة التي يسعى إلى حفاظ بها ونقلها عبر أجيال، وتعمل المؤسسات التربوية على تحقيق هذه الأهداف من خلال اكتساب المتعلمين خبرات ومعارف ومهارات وأنماط سلوك أخرى التي تمكنهم من التكيف السليم. التعليم يعد أداة المجتمع الرئيسية التي تعتمد من خلالها الأنظمة التربوية لنقل الثقافة والفلسفة المجتمعات إلى الأفراد، وبالتالي تستند إلى سلسلة متواصلة عملية تخطيط سليم بهدف تحقيق الأهداف والغايات المنشودة. نمرر الشريحة أستاذ أمير.
وتسعى العملية التعليمية لترجمة الأهداف والفلسفة النظام التربوي إلى أهداف واقعية تتمثل في أهداف في إحداث تغيير السلوك المتعلمين عبر سلسلة متواصلة من الأنشطة والإجراءات المنظمة التي تعرف بعملية التدريس أو بالتعليم. ونجاح هذه العملية يتوقف على مدى تحقيقها لهذه الغايات والأهداف المرسومة والتي لا تتحقق دفعة واحدة وإنما بشكل تدريجي على شكل تراكمات صغيرة حتى يتحقق السلوك النهائي. هنا إذن النظام التربوي يعتمد إلى ترجمة الغايات وفلسفة المجتمع إلى أهداف فرعية تقع في مستويات متبانية لكي يتسنى للنظام التعليمي وتحقيقها. وهنا نحب نسأل السادة الحضور ما هو الهدف؟ ما هو الهدف؟ رجع الشريحة أستاذ. أيوة تمام الهدف. نسأل السادة الحضور شنو هدف هذه الغاية؟ نعم. طيب نشوف حد رفع إيده هنا وفي حد ممكن يقرأ. مستر أمير اتفضل العشات أولى أو أستاذ ماشي. الأستاذة ألفة بتقول يمكن تعريف علم النفس التربوي على أنه ذلك الحقل الذي يعني بدراسة السلوك الإنساني في مواقف التعلم والتعليم من خلال التزويد بالمبادئ والمفاهيم والمناهج والأساليب النظرية التي تساعد على حدوث عملية التعلم والتعليم لدى الأفراد، كما تساهم في التعرف وحل القضايا والمشكلات التربوية والتخلص منها. الأستاذ رامي بيقول علم النفس التربوي هو أحد فروع علم النفس العام ويهتم بدراسة سلوك المتعلمين والمعلمين على حد سواء داخل المؤسسات التعليمية وخارجها وما وراء هذا السلوك من عمليات عقلية أو دافعية أو غير ذلك. يقصد التعلم والتعليم دراسة علمية بغاية الوصول إلى القانون الذي يحكم هذا السلوك حتى يمكن فهمه والتحكم فيه والتنبؤ به في المستقبل وضبط مشكورين كل الأسئلة. توا نسألهم أستاذ وليد نسأل فيهم ما هو الهدف. ما أعرف عندي بكمل الأستاذ رامي. تعلم فعال من شأن تحقيق الهدف التربوي الأهداف التربوية ومواجهة صعوبات التعلم. الهدف هو الغاية أي ما يسعى الفرد لتحقيقه. ده الأستاذ محمود حسين. نحبهم يرفعوا المايك يرفعوا يديهم وياخذوا المايك. نحب نحكي معهم أستاذ وليد. ماشي تفضل اللي عايز يتكلم يتفضل. تفضل مشكور احنا تحت أمر الكل. مع بعضنا نتفاعلوا مع بعضنا يلا. الأستاذ زهير رافع إيده. الأستاذة ألفة أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام أستاذ أسار. ممكن نحدد جملة من الأهداف في علم النفس التربوي. ضبط أهمها ضبط العملية التعليمية، كذلك فهم الظواهر المحيطة بالمتعلم بالشخص المتعلم والشخص المعلم. من ضمن أهداف ممكن إمداد المعلم بخبرات تربوية، كذلك تحسين قدرة المعلم على التنبؤ بالأشياء من خلال أو زيادة القدرة لدى المتعلمين، تحسين السلوك بصفة عامة، إمداد المعلم كذلك بالأساليب وغيرها من الأهداف. جميل. شكراً لك. الله يبارك فيك. هو بس إحنا بنقول الفكرة إن إحنا في تفاعل، ما هوش إن السؤال إيه يعني إيه كده، لازم يبقى في مرونة. بعبر بأي أسلوب حضرتك يعني، ما فيش فيها مشكلة. تفضل. متشكر. نعم. فما حد ثاني أستاذ ولا نقوله؟ تفضلي حضرتك. أنا نجم. تفضل. هو يخلي المعلم يكون أكثر سلاسة مع التلميذ ويخليه يفهمه أكثر ويكون فاهم هو بين الطالب والمعلم. الزوزية تكون كما الحالة النفسية، معناه هو يقدر يفهم الحالة النفسية ولا السلوكات متاع التلميذ متاعه باش ينجم هو يقدم. ويلزم الأستاذ ولا المعلم يكون مستوعب كما احنا قاعدين توا نستفيدوا منكم، معناها
يلزمه يستوعب السلوكيات هذيك باش كل تلميذ ولا كل متعلم يعرف شنية كيفاش يتعامل معاه. جميل جميل. نعم مستر، في مشاركة طيبة من الأستاذ رامي بيقول أهداف علم النفس التربوي توفير الحقائق التي يمكن أن تساعد المعلم في تحقيق أهدافه المهنية. نعم مشكورة. والأستاذة حميدة بتقول الهدف فهم الأساليب الدقيقة في الحكم وتقدير نتائج قد تكون بشكل قصير المدى وبعيد المدى. مشكورة الأستاذة حميدة. قولوا مرر الشريحة أستاذ أمير. حاضر أوكي. الهدف هو الغاية البعيدة التي تواجه النشاط وتدفع سلوك، معناتها تختلف الأهداف التي يضعها الأفراد أو المؤسسات في درجة عموميتها وزمن تحقيقها. هنا قد تكون الأهداف طويلة الأجل تحتاج إلى زمن طويل لتحقيقها، أو متوسطة أو قصيرة الأجل كالأهداف الآنية والتي تتطلب زمنا قصيرا لتحقيقها. وهنا نحب نسألهم زادا، نعود نسألهم مرة أخرى، شنو هي مستويات الأهداف بالنسبة على الصعيد التربوي؟ ما هي مستويات الأهداف على الصعيد التربوي؟ نسأل السادة الحضور، ما هي مستويات الأهداف على الصعيد التربوي؟ أستاذ أمير فما من يتفاعل معنا؟ أستاذة فاطمة. نعم. في بعض الأساتذة، الأستاذ عبير بتقول فهم أساليب التلاميذ والتحكم في سلوكياتهم. الأستاذة هندة بتقول علم النفس التربوي يساعد المعلم على فهم شخصية التلميذ وتبرير سلوكياته حتى تبنى علاقة سوية ومتوازنة بين المعلم والمتعلم. أشكركم جميعا. نعم. الأستاذ معماري بيقول الأستاذ معماري بيقول الهدف الغاية الاستراتيجية. مشكورين الكل، نحبكم تتفاعلوا وتحكيوا معايا. افتح المايك واحكيوا معايا. الأستاذة سوزان والأستاذة أمال نعم. إذا سمحتوا ممكن أتكلم؟ تفضلي. بالنسبة لعلم النفس التربوي، هناك أمور أو هناك مثلا استراتيجيات معينة للتدريس، هذا بالنسبة للطلاب العاديين الذين يواجهون أي مشكلة. أما بالنسبة للطلاب لا، ليس معيبا أن يكون للإنسان. معلش الأستاذ وليدي. حاضر يا مستر. أوكي، عشان الصوت جاي من عنده. حاضر 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 يا فندم. أعيد إذا لم يكن واضحا كلامي. بالنسبة للطلاب العاديين هناك استراتيجية يمكن أن تتحقق ويتحقق الهدف منها، وهو تعليم الطلاب وإيصال الأفكار لديهم بأساليب متعددة ومتطورة جدا. أما الطلاب الذين لديهم مشاكل، وليس معيبا أن يكون لدى الطالب مشكلة نفسية نتيجة واقعه القاسي أو واقعه المنزلي أو البيتي، هذا يتوجب تعامل خاص معه. لذلك يتدخل علم النفس التربوي هنا من أجل هذه الفئة من الطلاب لتقويمهم أو لمساعدتهم للتخلص من ظروفهم القاسية ودمجهم مع باقي الطلاب لكي يتابعوا مسيرتهم التعليمية على أفضل وجه كان. هذا برأيي أو اجتهاد شخصي مني، لا أعرف مدى صحة هذا الكلام، لكن من خلال المجتمع الذي أعيش فيه، من خلال الطلاب، من خلال أرى أن هناك طلاب لديهم توحد، أنا أرى أن هناك لديهم فرط نشاط، كلهم هذا يتعلق بسلوك الطلاب بنفسيتهم وظروفهم البيئية. فعلم النفس التربوي يضبط ذلك ويساعده على الانخراط مع غيرهم من الطلاب. وشكرا جزيلا لكم. مشكورة أستاذة سوزان. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل سيدتي. أنا وال تتكلمي، تفضلي تفضلي، أنا بعدك ما مشكلة، تفضلي. ما فيش مشكلة. اتفضلي أختي. ولا يهمك. الأمور طيبة. اتفضلي أختي.
تقريبا السؤال كان ما هي الأهداف، لأن النت شوي يقطع عندي. مستويات الأهداف صح؟ أستاذة فاطمة؟ مستويات الأهداف على الصعيد التربوي. ممكن مستويات الأهداف على الصعيد التربوي نقسم، يعني نقسمها لمستويات أو أهداف عامة وأهداف تقريبا متوسطة. ممكن ناخذ أهداف سلوكية على حسب الهدف اللي يشمل فيه المتعلم، أهداف عامة تخص التعليم العامة أو يستهدف بها مجتمعات، وأهداف متوسطة أو نستهدف بها مراحل معينة زي مراحل دراسية أو أهداف أو دراسة مواد معينة، وأهداف قصيرة أو يعني تمثل في السلوكيات. ما نعرفش يعني، ممكن نحاول أن تمام. شكرا يا أستاذة فاطمة. مشكورة مشكورة. تفضل الأخت اللي كانت مش تحكي الساعة. إن شاء الله. بسم الله. أول حاجة، أهداف علم النفس هي الإحاطة الشمولية بسلوك نفس النفسية، مما يساعد على وصف وصفات دقيقة للتعرف على مضمون، وبالتالي بدينا الدوافع لحدوث أو لحدث يساعدنا على معرفة ما يقوم به الفرد من قبل حدوث بناء معطيات معينة، وذلك لتوجيه سلوك فردية جماعية لتعديل سلوك معين وتوجيهات لتوجيه هذه السلوك أو لتوجه هذه السلوك السليم. شكرا. مشكورة. مستر أمير. نعم. الأستاذ رامي طالب مداخلة. تفضل. تفضل أستاذ رامي. أو رفع المايك مع حضرتك، افتح من عند حضرتك. والأستاذة مريم برضه. السلام عليكم. والأستاذة عبيد، الأستاذة هندة نفس الطريقة. أوكي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذي. يعطيكم العافية. الله يبارك فيك. الله يبارك. علم النفس التربوي هو علم يعني مستقل بذاته، وهو زي ما حكيت لكم هو فرع من فروع علم النفس. طبعا فيما يتعلق بالمجال التربوي، هو بيقدم العون للمعلمين في عملية وضع الأهداف التربوية قصيرة المدى وطويلة المدى بشكل سليم ومتكافئ، كما يساعد المعلم على فهم الأسس الصحيحة لعملية قياس قدرات الطلبة وتصنيفهم بشكل صحيح، وكذلك إثراء المعلم بضرورة فهم الفروقات الفردية. بعض المعلمين أحيانا بيحطوا الاختبارات ما بيراعوا الفروق الفردية بين الطلاب، فعلم النفس التربوي هون لا، صار بيساعد المعلم أنه يفهم الفروقات الفردية بين الطلاب الصف الواحد، بالإضافة إلى تقديم مبادئ أساسية في عملية التقويم وكيفية وضع الاختبارات التعليمية والتحصيلية بشكل متوازن يلائم قدرات الطلاب. يعطيكم ألف عافية. الله يبارك فيك. اسمح لي يا مستر أمير. نعم. مستر اسمح لي بس الأستاذ رامي يعرفنا بنفسه. رامي حسين علي أبو حمدي، خريج الجامعة الأردنية قسم علم النفس، الآن بشتغل في مشرف سكن في جامعة الشارقة. أهلا وسهلا. مرحبا بك يا فندم، نورتنا أستاذ رامي. الله يسلمك ويبارك فيك. شكرا لكم. الله يبارك. في حد ثاني؟ في تفاعلات في الشات. نشوف الشات. كان في الأستاذة مريم رفع اليد، لو تتكرم تتفضل. تفضل أستاذة مريم. أستاذة مريم افتح عندك. نقرأ اللي في الشات على ما الأستاذة مريم تتفضل. تفضل. تفضل. أستاذة أمال بتقول توفير حقائق التي تساعد المعلم في تحقيق أهدافه، تقدير أهمية العلاقات الإنسانية. الأستاذ معماري بيقول مستويات الأهداف، الغايات، المرامي، الأهداف العامة، الهدف الإجرائي، الأهداف الخاصة. وفي برضو مشارك بيقول الهدف من علم النفس التربوي الفهم، التنبؤ، الضبط، الأهداف الخاصة لعلم النفس التربوي، موضوعات علم النفس التربوية. أستاذة سميرة بتقول بناء علاقة سليمة بين المدرس والمتعلم وجعل التعلم والتعليم يمر في ظروف جيدة. أستاذ محمود بيقول المستوى المعرفي والمستوى المهاري والمستوى الوجداني. الأستاذة رنيم بتقول فهم سيكولوجية ونفسية كل طالب. الأستاذة مريم تفضلي، فتحت السلام عليكم. السلام.
مريم أجيب على سؤال السيد فاطمة فأقول أن الأهداف هنا أعرف أنها ثلاثة أهداف تربوية. لدينا الهدف الأول وهو عام ونقصد بها الغايات، وهي تكون في الغاية من وضع خطة معينة في التعليم، ويكون هذا وتكون هناك أيضا الأهداف المجتمعية. لدي الهدف الثاني وهو الهدف متوسط العمومية ونسميه هنا بالأغراض، ويكون هنا متوسط المدى، يمكن أن يكون على مدة شهر شهرين، على مدة وحدة، على مدة فترة إلى غير ذلك. ثم نأتي إلى الأهداف السلوكية وهي تكون الإجرائية ذات مدة قصيرة وتكون في حصة واحدة، أي بعد الدرس يقوم المعلم بدرسه فإنه يتولى وضع هذه الأهداف السلوكية أو الإجرائية. وشكرا لكم. مشكرا. شكرا لكم. أستاذة مصر رفع إيديها. نعم أستاذة هند. أستاذة مصر برضو رفع إيديها. أستاذة أمين. مساء النور. عسلامة. مساء النور. تفضل. أنا رأى اللي الأهداف هي تنقسم إلى زوز هدفين، قصيرة المدى بحيث أنه المعلم يمكن أنه يضبط العملية التعليمية في علاقته بالتلميذ، اللي من الممكن أنه تساعده علم النفس التربوي على فهم الظاهرة والسلوكيات اللي يمارسها التلميذ، وبالتالي يتنبأ المعلم ب السلوكيات التي يمارسها لاحقا ويعمل على حل المشكل قبل أن يقع. وأهداف بعيدة المدى من حيث بعد دراسة الظاهرة يقوم المعلم على تقويم سلوك التلميذ ومحاولة تعديله، وبالتالي تكون العمل على بناء شخصية سوية للتلميذ التي نسعى إليها جميعا. شكرا. مشكورة. نمرر الشريحة أستاذ أمير. وعلى الصعيد التربوي فإن الأهداف تتصنف في ثلاثة مستويات تبعا للدرجة عموميتها والزمن اللازم لتحقيقها ومصدر اشتقاقها على النحو التالي: هدف تربوي وهو ينقسم إلى قسمين، قسم نظري وقسم عملي. القسم النظري هو يعمل على خلق الأفكار والنظريات والمعلومات الخاصة بالتعليم والتلميذ، ومن ثم تنظيمها بأسلوب منهجي علمي مستند إلى دراسات الخصائص المتعلم النفسية والحركية والانفعالية والعقلية ذات علاقة بالعملية التعليمية، كما أنه يبحث في شروط المدرسة والبيئة المؤثرة في فعاليتها العملية التعليمية وطبيعة التعلم ونتائجه وقياسه. الهدف العملي لعلم النفس التربوي هو يعمل على بلورة الأفكار والمعلومات وتشكيلها في قوالب عملية يستطيع المتعلمون استخدامها وتطبيقها في المدرسة. أما الهدف التعليمي، أستاذ وليد رجع الشريحة. حاضر. رجع. احنا ما زلنا في مستويات الأهداف. نعم. الهدف الثاني هو هدف تعليمي، هو يساعد علم النفس التربوي على الكثير من المجالات. المجال الأول تقديم العون للمتعلمين في عملية وضع الأهداف التربوية قصيرة المدى وبعيدة المدى بشكل سليم ومتكافئ. المجال الثاني مساعدة المعلم على فهم الأسس الصحيحة لعملية قياس قدرات التلميذ وتصنيفها بشكل صحيح، وبالتالي تقديم أساليب تعليمية المناسبة لكل فئة منهم. المجال الثالث تقديم معلومات مهمة لكل مرحلة عمرية يمر بها التلميذ وفهم حاجياتهم، وبالتالي هنا فهم سلوكهم وقدرات على حل المشكلات بطريقة فعالة. المجال الرابع إثراء المعلم بضرورة فهم فروقات الفردية بين التلميذ ذي القسم الواحد، وبالإضافة إلى تقديم المبادئ الأساسية في العملية، عملية تقويم وكيفية وضع اختبارات تعليمية
وتحصيلية بشكل متوازن يلائم القدرات الفئة التلاميذ. والهدف الثالث هو هدف التدريس، وهنا يزود المتعلمين بمعرفة علمية منظمة متعلقة بالعملية التعليم والتعليم التي من شأنها أن تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة حيال المتغيرات ذات علاقة بالعملية التعليم. وهي مش نعطيكم أهم من هذه القرارات، هي القرارات المتعلقة بالأشكال التعليم، قرارات المتعلقة بالأهداف ونواتج التعليم، قرارات متعلقة بالاختبار وطرق وأساليب التدريس في القسم، هنا قرارات زادة متعلقة بمشكلات صفية، قرارات متعلقة بالمتعلمين وحاجياتهم، وقرارات متعلقة بالعملية التقويم. نمرر للشريحة اللي بعدها. أستاذ أمير تفضل. واضحة الفكرة؟ نعم. وتتمثل الغايات النهائية للنظام التربوي الذي يسعى لتحقيق لدى الأفراد والجامعات من خلال عملية التعليم الرسمي، تتصنف بدرجة عالية من عموميتها وتحتاج زمن طويل حتى تتحقق، وتتركز على المتعلم بدرجة أولى، وتسعى للتأثير في شخصيته وتشكيل اتجاهات وقيمة الوطنية والدينية والقومية إلى غير ذلك، وتوضع من قبل القائمين على رسم سياسة تعليمية للمجتمع المتماثلة في هيئات تنظم رجال الفكر والسياسة والعلم في ذلك المجتمع. واضحة الفكرة؟ نعم. نمر للشريحة اللي بعدها. وهنا مصادر اشتقاقها، أهداف تربوية مصادر اشتقاقها هي تشتق من فلسفة الفلسفة والتاريخ وثقافة المجتمع، نظام سياسي واجتماعي واقتصادي وديني، وطموحات المجتمع وتحدياته، وطبيعة المعرفة والتطور التكنولوجي. أما أهم بالنسبة لي أنا، أهم حاجة هي طموحات المجتمع وتحدياتها. هنا نستنتج ذلك خلق مواطن صالح، مساعدة الفرد على النمو المتكامل، إعداد الفرد على القادر على العطاء والإنتاج. نمرر الشريحة من بعدها أستاذ. تفضل. وكذلك تمثل الخبرات وأنماط السلوك ومهارات التي تسعى لتحقيق لدى الأفراد بعد تدريس المناهج معينة أو مادة دراسية أو وحدة دراسية معينة، تمتاز بدرجة متوسطة من عموميتها، فهي أكثر تحديدا من الأهداف التربوية وتحتاج زمن أقل لتحقيق. وهنا نرى وتختلف درجة عموميتها وفقا لطبيعة صياغتها أو الغايات المنشودة منها على النحو التالي: هي أهداف دراسية للمرحلة دراسية معينة، أو أهداف سنوية لمادة دراسية معينة، أو أهداف دراسية فصيلة لمادة دراسية معينة، أو أهداف وحدة دراسية معينة. هنا المصادر اشتقاقها، احنا عندنا في تونس البرامج الرسمية أو اللي نقولوا عليهم الخطوط العريضة للمنهج أو الأهداف التربوية، محتوى المنهج أو المقررات الدراسية. مثال مش نعطيك أني مثال: أن يلم الطالب عمليات حسابية، أن يكتب الطالب مهارات القراءة ويكتسب الطالب مهارات القراءة والكتابة، أن يتعرف الطالب على ماهية علم النفس التربوي وأهدافه ومجالاته. هنا نحب نسأل: شنو هو المقصود بالأهداف السلوكية؟ أستاذة فاطمة تفضل. في إضافة بس بسيطة. تفضل. تفضل أستاذ وليد. حد هيضيف إضافة يعني؟ تفضل يضيفي. تفضل أستاذي.
المايك من عندك أستاذي. أستاذ وليد، شكون اللي يحب يضيف حاجة؟ يتفضل. مرحبا بك. نعم، الأستاذة هند رفع إيدها وعندها المايك، ممكن تفتح من عند حضرتك عاد. يمكن هو عنده مشكلة في النت يعني. الأستاذ زهير بيقول يقصد بها نوع من الصياغة اللغوية التي تصف سلوكا معينا يمكن ملاحظته وقياسه، ويتوقع أن يكون المتعلم قادر على أدائه في النشاط التعليمي. نعم. الأستاذة سوزان تقول الأهداف التي تقوم السلوك. حد يقول لحضرتك عيد السؤال تاني معلش. قال لك ما المقصود بالأهداف السلوكية؟ ما هو؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأهداف السلوكية هي أن يعبر الشخص أو التلميذ أو الطالب بلغته الخاصة بما يشاهده، أو يتدرب على الشيء اللي هو يعني أخذه، أو إني يتدرب على كتابة مثلا الكلمات، تجريد كذلك على حسب مقدرة الشخص المتعلم. وشكرا. مشكورة الأستاذة. فما حد تاني أستاذ أمير؟ هو في الأستاذ رامي بيقول عرف التربويون الهدف السلوكي بأنه التعبير المرغوب فيه والمتوقع حدوثه في سلوك المتعلم، والذي يمكن تقويمه بعد مرور المتعلم بخبرة تعليمية معينة. شكرا جزيلا. إذنك أستاذ أمير. نعم. رأيك وحدي معنا، نحب نستفيد من في بعض برضو بقول الأستاذ زهير بقول يقصد بها نوع من الصياغة اللغوية التي تصف سلوكا معينا يمكن ملاحظته وقياسه، ويتوقع أن يكون المتعلم قادرا على أدائه في النشاط التعليمي. في برضو إضافة جميلة جدا الأستاذة صفاء بتقول من وجهة نظري لابد للمعلم أن يصيغ أهدافه على مستويات بلوم ويقيسها إلكترونيا ويعزز التفكير الناقد وما وراء المعرفة. مشكورين. في حد تاني؟ في الأستاذ حسني بيقول أن يقيم المتعلم على أشياء تكون ملاحظة في سلوكه، وبرضه في إضافة بيقول هل يمكن أن تتقاسموا معنا مادة هذه المحاضرة إن شاء الله يا أستاذ. الأستاذة أمال بتقول نوع من الصياغة اللغوية تستخدم كدليل للمعلم في عملية التدريس. مشكورة. مشكورين جدا الأساتذة الأفاضل المشاركين معنا. الأستاذة أزهار حاجة جميلة جدا التشارك النهاردة في التفاعل مع الأستاذة، وبالذات لأن احنا كلنا محتاجين الموضوع ده بصراحة. كلنا تربويون. الأستاذة أزهار بتقول الأداء المتوقع من الطالب بعد مروره بعملية التعلم. والأستاذة سوزان بتقول تقويم يا أستاذة سوزان. شكرا لكل السادة. تقويم. ماشي. الأستاذ رامي بيقول صياغة الأهداف السلوكية تساعد المعلم على اختيار أنسب الطرائق التربوية والوسائل لشرح الدرس. جميل. أستاذ رامي تجم تنفعنا بمعلوماتك، تفتح المايك وتحكي معنا. هو أنا فتح له المايك. وعمل مشاركة سابقة. الله يسلمك. أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك أستاذ رامي، تفضل. الله يسلمك. وأنا أساس جاي من عمر جديد ومصاب في وعكة صحية والله. سلامتك. ألف سلامة أستاذ. أستاذ أمير، اختيار الموضوع فعلا يعني موضوع كبير جدا، والأساتذة ما شاء الله متفاعلين جميعا، يعني أفكارهم جيد جدا يعني طيبة ما شاء الله. هذا الموضوع يعني صدقا يحتاج كل المعلمين في المدارس حتى ينهجوا نهج وطرق صحيحة في تقييم الطلاب. لا يكون الاختبارات التحصيلية للطالب هي فقط العلامة، لا، لازم الاختبارات تقيس أهداف أخرى، مش بس إنه يصير هدف الطالب من الامتحان هو الحصول على علامة، ولا، إنه لازم الطالب يحقق قيمة من الامتحان. فهذا بعلم النفس التربوي يحقق هذه الصياغات. جزاكم الله عنا كل خير.
شكرا استاذ رامي. في اضافات برضه في الشات يا استاذ امير. الاستاذه خالد بقول الاهداف المراد العمل عليها لتغييرها في سلوك المتعلم. استاذه سوزان بتقول تقويم سلوك الطالب او الشخص. الاستاذه ساندرا بتقول تفيد المعلم في معرفه مكوناتها الاساسيه وتصنيفها طبقا للمجالات المختلفه المعرفية والعاطفية والنفس والحركية، حيث تساعد هذه المعرفة في صياغة الأهداف صياغة سليمة تؤدي إلى سهولة تنفيذها وتحقيقها. في برضو بقول الهدف السلوكي بأنه وصف دقيق وواضح ومحدد لناتج التعلم المرغوب تحقيقه من المتعلم على هيئة سلوك قابل للملاحظة والقياس. أشكرك جدا جدا، حرف إس فعلا إجابة جميلة جدا. الأستاذة سميرة بتقول هي مجموع السلوكيات التي تظهر على المتعلم بمعنى أداء المتعلم بعد عملية التعلم. الأستاذة هندة بتقول بلوغ السلوك المرغوب في بنائه لدى الطفل بعد تمكينه من مهارات وخبرات معينة. ممتازين ممتازين ممتازين، رائعين، أشكركم شكرا جزيلا. لو كان نحكي وهكا نتحاوروا خير بالمايك، خير من اللي بالكتيبة أسهل. نعم. احنا بنقول اللي هم بيقولوها يا أستاذة فاطمة اهو، وهم بيسمعوه والكل بيسمعوا. حبيت نحكي ونتفاعل مع بعضنا، مش مشكل. مشكورين الكلهم، نشكرهم برشا. مش فما حد آخر مش يحكي ولا نمرروا؟ نمرروا قررها بقى عشان الوقت بتاعهم. أيبه، الأداء النهائي القابل هي مقصود به هو الأداء النهائي القابل للملاحظة والقياس، معناتها هنا المعلم يعمل تقييم حيني وقت اللي يقدم المادة نتاعو الدرس نتاعو آخر الحصة، يعمل تقييم حيني للتلميذ، يرى سلوكاته، يلاحظ من التقييم الذي يعمله يشتغل عليه، يلاحظ أن التلميذ فاهم، لديه الهدف، وصل له نهاية الحصة أم لا المعلم، يعني تيشوف التلميذ فاهم ولا مش فاهم، سلوكات نتاعو كيفاش وقت اللي عند الإجابة، فهمت إلى آخره، والذي يتوقع من المتعلم القيام به بمرور موقف تعليمي. هنا تمتاز بأنها محددة جدا وعلى درجة عالية من التجريد، وتحتاج لزمن قصير لتحقيقها لدى المتعلمين، وهو الحصة اللي هو حصة دراسية كيف ما قلت لكم المثال، أو نشاط تعليمي، وتقع مسؤوليتها واضحة وتحقيقها على المعلم. أكثر حاجة هو المعلم، ويمكن للمديرين والمشرفين التربويين المساهمة في صياغتها. هنا مش نسأل كيف يكون ذلك، كيف سيكون ذلك، نسألهم. قلت المعلم هو المسؤول على وضع تحقيق هذه الأهداف، كيفاش ويمكن المديرين والمشرفين التربويين المساهمة في صياغتها، كيف سيكون ذلك؟ نسأل السادة الحضور. مستر أمير. نعم. اسمح لي أرحب بكل السادة اللي انضموا لينا، وعلى رأسهم الأستاذ فوزي محمد الحلواتي والأستاذة نسرين بن علي، يا مرحب بهم وكل السادة الضيوف على رؤوسنا يا رب. الأستاذة مريم بتقول الأهداف السلوكية تساعد في تقييم الطالب بشكل محدد ودقيق. مشكورة. الأستاذة عبير بتقول هي المهارة المكتسبة التي تساعد التلميذ على الفهم والتفاعل. مشكورين. أهلا بكم جميعا، مشكورين على إضافتكم الرائعة. سألتهم أنا سؤال أستاذ وليد، كيف سيكون ذلك؟ كيف سيكون ذلك؟ إيه بقى، كملي السؤال يا أستاذ فضل. إيه كملت، أنا حكيت لهم قلت لهم كيف يتم تغيير سلوك الطالب؟ وضع المسؤولية، وضعها وتحقيقها على المعلم، ويمكن للمديرين والمشرفين التربويين مساهمة في صياغتها، كيف ذلك؟ كيف سيكون ذلك؟ تمام. الأستاذة أمل بتقول الأهداف السلوكية تهدف في مهارات وتنمية إدراك مهارات في مجالات السلوك. ماشي، في حد فتح المايك؟ اتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا فندم، اتفضل. ممكن نقول أن يستطيع المعلم تحقيق الأهداف السلوكية من خلال نشاطاته، أو من خلال تصميم نشاطات يتيح للطلب ممارسة هذه السلوكيات
المرغوبة. من أهم مثلا نشاط أخذ أدوار أو محاكاة أو بحسب النشاطات اللي يتخذها المعلم، وكذلك توفر للمعلم، لازم توفر للمعلم الأسس اللازم لتوجيه التدريس للآخرين والهدف المراد تحقيقه، وكذلك الاختيار الجيد والمناسب للأنشطة الصفية واللاصفية والوسائل التعليمية لتحقيق السلوكيات بصفة عامة. وشكرا. مشكورة، جزاك الله كل خير. تفضل الأستاذة. أستاذة سامي، في حد يشارك يا أستاذة فاطمة ولا أرى اللي في الشات؟ أستاذة سميرة بتقول من خلال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا فندم. معك رانا أبو حمدي. معلش، هي الأهداف السلوكية بشكل عام لما المعلم بده يحاول الصيغة، في هناك ثلاث محاور أساسية بيشتغل عليها. أول محور هي تحديد المعارف والمهارات والخبرات التي يجب أن يكتسبها الطالب. لازم المعلم يحدد شو المهارات اللي لازم الطالب يكتسبها خلال الفصل أو خلال العام الدراسي. اثنين، تحديد نوع السلوك أو الفعل الذي يقوم به المتعلم كي يتأكد من اكتسابه المعارف والمهارات. النقطة الثالثة، تحديد النتيجة التي نتمنى الحصول عليها. يعني هي ثلاث محاور لازم المعلم يكون حاطها قبل بداية فصل الدراسة. معلش يا استاذ، ايه في الاستاذ معاك استاذ وليد؟ ماشي، نعم حاضر. الصوت كل الراجل اللي عندك جاي كله هنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليك السلام، تفضل. في محاوله للاجابه على سؤال الاستاذه غفارنا، انطلق من تجربتي الشخصيه. أنا في كل مفتتح سنة دراسية أقوم بمد تلاميذي باستمارة بيانات خاصة. جميل. يسجلون فيها بعض معطياتهم الشخصية، الاسم واللقب إلى آخره، ثم في آخر الحصة أستلم منهم تلك المستندات وأقوم بتدوينها عندي على حاسوبي مرفقة بخانة تقييم سلوك التلميذ خلال الثلاثي الأول. يشمل مسألة الانضباط داخل القسم، الحضور في وقت متأخر، الغيابات عن الحصة، الغيابات عن الحصص الأخرى أو المواد الأخرى، نتائجه خلال الفروض، وتفاعله داخل الفصل، وعلاقته كذلك بزملائه وببقية الإطار التربوي داخل الفصل. ثم أقوم بعرضها على المرشد الذي يشرف على التلاميذ في المعهد رجل نظر خاص بي لمناقشة بعض الإشكاليات التي تتعلق بالجوانب المهارية أو العرفانية التعليمية للتلاميذ والمشاكل السلوكية التي قد تكون سببا من أسباب تأخر التلميذ ودون تحصيله لمعارفه. شكرا. أحسن جزيلا. أستاذ سمير، في إضافة من الأستاذة سميرة في الشات بتقول من خلال أداء المتعلم وذلك عن طريق الاختبارات وتفاعلات المتعلم داخل الفصل. في برضو الأستاذة سميرة بتضيف من خلال هي نفسها برضو بس بتضيف لها حاجة، أو من خلال أي نشاط يقوم به المتعلم. وفي الأستاذة أمال بتقول الأهداف السلوكية مستويات منها التذكر والفهم والتقويم والإبداع والتحليل. نعم، في الأستاذة أمال، أيوة نفس الطريقة كنت هقرأهم، معلش. بنقول لحضراتكم شكرا جزيلا على تفاعلكم الجميل، ونمرر الشريحة اللي بعدها أستاذة. أي نمرر الشريحة اللي بعدها. ممكن شوية تدخل سلام؟ نعم تفضلي. لا مش منظفة حبيت نتدخل، لكن أنا بما أني توا فترة عمل وفترة نهاية الوقت وقعدت اللي بين أني ناخذ الكلمة وبين أني خاطر عندي وقت خروج في الحضانة توا، فحبيت نغتنم الفرصة هذه الوقت هذا. نحب نشير لحاجة. الإشارة الأولى أنه أهمية علم النفس التربوي، وعلاش ولماذا نحكي على علم النفس التربوي الآن وبالذات في هذه الفترة وبالذات في هذا الوقت، معناتها في عصرنا توا اللي كثرت فيه معناتها وسائل التواصل الاجتماعي وكثرت فيه معناتها الهايباد والكمبيوتر واي وسائل اللي هي الوسائل الذكية. فعلم النفس التربوي هو الأهمية لأهميته
يمكن نحطها في ثلاثة جوانب. حبيت نرجع شوية بركة لو سمحتم. الجانب الأول هو الجانب المعرفي والعقلي، فعلم النفس التربوي يؤثر كل التأثير مع الآليات والاستراتيجيات التي نتخذها في هذا العلم يؤثر على الجانب المعرفي والعقلي، ويؤثر أيضا على الجانب الوجداني والانفعالي والجانب الحركي والنزوعي. لماذا نقول الجانب الحركي؟ لأنه يؤثر على سلوك الطفل، ونحن بالذات نتداول هذا الموضوع لأنه الطفل سلوكياته تغيرت وتتغير من زمن إلى آخر، ويتأثر بالمحيط البيئة اللي هو عايش فيها والمحيط الأسري وخاصة بالمحيط الاجتماعي. فسلوك الطفل يتأثر ويؤثر مع أقرانه، وذلك طبعا حسب مراحل العمرية التي يمر بها. فبالنسبة للمعلم، توا نمشي للسؤال متاع الأخت فاطمة، إنه المعلم يؤثر في طفله، وأيضا يجب عليه أن يقوم بدراسة لسلوك الطفل المنوطي بعهدته، والسلوك هذا يجب عنده نقول إحنا دي باز معناتها أساسيات وأوليات اللي هو منتوج عنها، معناتها ناتج عن ذلك السلوك. فيلزم في هذا الركن وفي هذه النقطة المعلم يقوم بفهم السلوك ويعرف مصدر هذا السلوك، ثم يفسر ذلك طبقا نمط الشخصية الطفل، وبالتالي يمكن أنه يتوقع السلوك حتى ولو حدث، فيكون التعديل والتقويم لذلك السلوك عبر قناة التحفيز والتعزيز لسلوكيات الطفل حتى يكون طفلا صالحا. هذا ما أردت أن أقوله باختصار، وإن شاء الله ما طولتش عليكم. نعم، جزاك الله كل خير، وكلها تفاعلات جميلة جدا، يعني كلنا بنثري بعض، نتعلم من بعض عشان إيه يعني نستفيد من المحاضرة. نعم، اسمح لي بس في إضافة رائعة من الأستاذ رامي، بقول ملاحظة هامة يرجى أخذها بعين الاعتبار، أن عدم صياغة الدروس بالأهداف السلوكية يؤدي إلى العشوائية والارتجال وخضوع عملية التعليم للأمزجة الشخصية دون اتباع نظام محدد يمكن السير عليه. في إضافة برضو من الأستاذة مريم بتقول الهدف السلوكي يقوم المعلم بصياغته حسب هدف حصته وهو قابل للقياس، يمكن أن يكون بالنسبة المئوية، وعند إخفاق بعض التلاميذ فالمعلم يضبط خطة إصلاح وعلاج ودعم. شكرا جزيلا. مشكورين مشكورين. في حد تاني أستاذ أمير مش يتدخل ولا نمره؟ خلاص نضير على السؤال اللي بعده. للمعلمين اللجوء للمصادر التالية عند صياغتها: الأهداف التعليمية للمادة الدراسية أو الوحدة الدراسية، دليل المعلم للمادة الدراسية ومحتوى التدريس. وإحنا هنا في تونس عندنا دفتر يومي، هو دفتر إعداد الدروس لنتحدث عليه كل يوم. المعلم عن الدفتر يعد فيه الدروس بتاعه والحصة بتاعه والأهداف بتاعه، كل شيء يحطه في هذا الدفتر. وقت اللي يجي المشرف التربوي أو المدير يراقب الدفتر هذا ويضع الختم بتاعه، فهمت؟ ويشوف به مثال، معناتها أني مش نعطيكم مثال، أن يحل الطالب 3 أو 4 مسائل حسابية بدون استخدام آلة حاسبة، أن يسمي الطالب مدن سياحية في الأردن دون استخدام الخريطة، مثال كمثال من مادتين أعطيتنا. صياغة الأهداف هنا مش نعطيكم معادلة، مرر الشريحة أستاذ أمير. المعادلة أن مع فعل مضارع سلوكي مع طالب مع أداء الظاهري مع مستوى الأداء المقبول مع شرط الأداء. مثال، مش نعطيك مثال، أن يعد طالب 3 من الأركان الإيمان دون الرجوع إلى الكتاب، مثال. أو أن يحل الطالب 3 مسائل قسمة مطولة باستخدام الآلة الحاسبة، أن يسمي الطالب أجزاء الجهاز العصبي كامل باستخدام الرسم توضيحي للجهاز العصبي، مثال. صياغة الأهداف
وتتمثل هذه الأهداف السلوكية تغيرات المنوي إحداثها في سلوك المتعلم بعد مرور الموقف التعليمي، وذلك يجب أن تشمل على 3 مكونات رئيسية. حسب رأيك مشنوما نسأل السادة الحضور، ما هي المكونات الرئيسية لهذه الأهداف السلوكية؟ نعم. فما شكون ولا نقول انا؟ فما شكون مش يقول ولا نقول انا؟ هنشوف حضرتك لحظة واحدة، ما هم يفكروا في السؤال عادي. نعطيهم فرصة يعني. نعطيهم ملا. دليله. أيوه. أيوه. علشان كل الجميع يستفيد يعني. في الأستاذة عبير رفع ايدها والمايك عند حضرتك، والأستاذة ألفة برضو نفس أهلا أستاذ زهير اتفضل. نعم. أستاذة سوزان. أستاذ زهير. تفضل أستاذ زهير. أستاذة مسرة برضو رفع فتح المايك. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن تقريبا السؤال كان ما هي صح المكونات الأساسية للهدف الرئيسي صح؟ أي المكونات الرئيسية أو طبعا نقول المدة الزمنية، المدة الزمنية، الفعل السلوكي، كذلك الفعل السلوكي طبعا يقوم به المتعلم، كذلك الظرف أو حالة المتعلم عند استخدام السلوك، المعيار يعني نوعية ودرجة إتقان المتعلم لهذا السلوك. ما أعرفش، ممكن إن شاء الله أكون أجدت. شكرا أستاذة فاطمة. مشكورة. في حد ثاني ولا نمره؟ هو الأستاذ زهير فاتح المايك بس مش عارف عليه مداخلة أو لا. تفضل مستر زهير. السلام عليكم. السلام. تفضل أستاذ زهير. طيب زهير مولود أنا. أنا أستاذ طيب. ممكن أحكي؟ طيب تفضل. أي المكونات أول شيء يبدأ بأن، يعني هذه دائما يبدأ فيها المعلمين، ومن ثم الفعل أن يقوم، أن يستطيع، أن يؤدي، ومن ثم المسؤول المحور اللي هو الطالب. بعدين نيجي للمكون الرابع اللي هو المحتوى، المحتوى التعليمي. المكون الخامس اللي هو الظروف الأداء، بتكون يستعين فيه الإنسان بكتاب المدرسي أو المادة التعليمية. والمكون السادس اللي هو المعيار الأداء، إنه بده يحددها في خلال حصة أو في خلال الفصل أو في خلال، يعني هذا المعيار اللي لازم يحدد المعلم. هذه مكونات الهدف السلوكي. أحسنت. ماشي نكمرر أستاذة. المكونات الثلاثة الرئيسية، لا خليها للشريحة أستاذ، هي الأداء الظاهري للمتعلم، شروط الأداء، ومستوى الأداء المقبول. الأداء الظاهري للمتعلم يعكس نتائج نهائية أو مستوى أو السلوك المتوقع القيام به من قبل المتعلم بعد عملية التعليم، ويجب أن يكون واضح وصريح وقابل للملاحظة والقياس، ويمكن الحكم على تحقيق لدى المتعلم من خلال أداءات المتعلم اللفظية والحركية أو الكتابية أو التعبيرية، وأن يكون الهدف واقعياً وفي مقدور المتعلم تحقيقه في فترة زمنية محددة، مثال أن يطبق الطالب أحكام الإدغام عند تلاوة القرآن، مثال هذا أعطيته لكم. به نحب مرر الشريحة أستاذ، نحب نسأل نعمل سؤال. مرر الشريحة أستاذ. به هنا في صياغة الأهداف السلوك، مش نقول لكم مش نعطيكم أجوبة، أن يدرك الطالب أهمية المناخ في الزراعة، أن يشرح الطالب علاقة بين المناخ والنباتات، أن يبين الطالب نوع من المزروعات طبقا لتنوع المناخ. هل هنالك هدف صحيح من بين هذه الأهداف ولماذا؟ نسأل السادة الحضور، نقلم هذوما الأجوبة، هل هنالك هدف صحيح من بين هذه الأهداف ولماذا؟ نعم. أستاذة مريم قالت لا. لماذا أستاذة مريم؟
تجم تفتح المايك وتحكي. ممكن تعود الأهداف السلوكات هنا قلت هي صياغة الأهداف السلوكية. هنا أن يدرك الطالب أهمية المناخ في الزراعة. الطالب يدرك أهمية المناخ في الزراعة. ثاني حاجة أن يشرح الطالب العلاقة بين المناخ والنباتات. الثالثة أن يبين الطالب تنوع المزروعات تبقى لتنوع المناخ. أكرر سلامي، سأجيب على السؤال سيدتي إن سمحتي. تفضل. هذه الأهداف أرى أنها أهداف عامة وليست أهداف سلوكية، لأنها لم تضبط قدرة الطالب على الإجابة ولم تضبط المحتوى المعين للإجابة، ولم وهذه الأهداف هي غير قابلة للقياس، بينما أن الهدف السلوكي عفوا هو هدف قابل للقياس. يجب أن نحدد نقيس الوقت ونقيس القدرة على الإجابة ونضبط ذلك بذلك، أي نضبط القدرة مع الوقت. هنا عندما الطالب أهمية المناخ في الزراعة، هذا واد كبير، هذا علم كبير، يجب أن نضبط ماذا نريد نحن من أهمية المناخ في الزراعة، ماذا نريد، هنالك جزء معين فقط نضبطه لكي نقيس، تستطيع أن نقيس النتيجة، أي نقيس الهدف لنقيس النتيجة بعد ذلك. وشكرا. مشكورة مشكورة مشكورة. في حد آخر؟ أستاذ أمير؟ والله هو من فتح المايك؟ أستاذة سوزان رفع إيدها، تفضل. تفضل أستاذة سوزان. إذا سمحتم لي بإمكاني أن أبدل هذه الأهداف أو صياغة هذه الأهداف بطريقة أخرى، أن يعلل الطالب أهمية المناخ في الزراعة يصبح هدفا قابلا للقياس وفي فترة زمنية محددة. أيضا أن يعلل العلاقة بين المناخ والنباتات، وأن يعدد المزروعات وفقا لتنوع المناخ. هكذا يمكن أن قياس الأهداف. ما رأيكم؟ تمام. وهو الأستاذة ألفة، تفضلي. تفضل الأستاذة ألفة. أهلا وسهلا بكم نرجع. حبيت فقط هنا ثم ثلاثة المفردات المستعملة في صياغة الأهداف، هو أن يدرك أن يشرح وأن يبين، هي ثلاثة مفردات ليست لها أهداف سلوكية، بل هي أهداف لمعرفة لأهداف عامة، معناتها عامة بصفة عامة، لكن هي أهداف، الأهداف السلوكية يجب أن تكون محددة وهي تهدف إلى تطوير أو تنمية سلوك الطفل أو تعزيز سلوك الطفل تجاه مثلا أهمية المناخ، المناخ في الزراعة مثلا، الزراعة وأهميتها وكيف المحافظة عليها، وهي كلها تصب في مفهوم السلوك. فبالتالي رأى أنه الهدف في صياغة الأهداف هذه هي ليست بأهداف سلوكية بل هي أهداف عامة. وشكرا. مشكورة ألفة. شكرا لك، جزاك الله خير. وإحنا في بننتهز الفرصة برضه أستاذة فاطمة، وبنرحب بالدكتور الحلواتي وبنقول له أهلا وسهلا في بيتك، وأيضا الدكتورة إيمان النهاردة معانا في ترجمة لغة الإشارة، وإحنا عارفين أن دي يعني إضافة لمنصتنا الحمد لله، وكانت لها السبق في الوطن العربي. بنشكركم جميعا على هذا اللقاء إن شاء الله، وإحنا مستمرين مع حضرتك. تفضل يا أستاذ. مشكورين. نمروا للهدف أداء الشروط، شروط الأداء، وهو يشير إلى ظروف التي تظهر من خلال السلوك المتعلم، مثل استخدام القاموس أو الخريطة أو الرجوع إلى الكتاب. هذه شروط تمثل سياق وشروط الذي يجب أن تظهر خلال أداء المتعلم. مثال الطالب أن يسمي ثلاثة مدن رئيسية للأردن باستخدام الخريطة. استخدام الخريطة هو يمثل أداة الشرط. واضحة الفكرة؟ نمرر الشريحة اللي بعدها. مستوى الثالث اللي قلت عليه مستوى الأداء المقبول، هو يشير إلى المحك الذي يستخدم للحكم على مدى تحقيق الهدف التعليمي لدى المتعلم،
ويعكس مستوى الأدنى المقبول للأداء الذي يعتمد المعلم اتخاذ القرارات المتعلقة بفاعلية ونجاح العملية التعليمية لدى المتعلم. وقد يلجأ المعلم إلى تحديد معايير تتعلق بالتغيرات الزمنية أو ترتبط بعدد معين أو بنسبة مئوية. مش نعطيك مثال، يسمي الطالب 3 مدن رئيسية في الأردن باستخدام خريطة. أن يحل الطالب 3 مسائل قسمة مطولة دون استخدام آلة الحاسبة. مثالا نمشي للمبادئ العامة في صياغة الأهداف. تفضل. لا أي هذه أن ترتكز الأهداف على نواتج تعليمية والابتعاد عن النواتج المهمشة. الثانية هدف توزيع الأهداف بحيث تغطي جميع المستويات العقلية كالمعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب. ثالث مبدأ هو أن ترعى الأهداف حاجية الطالب اللي هو التلميذ، احنا في تونس نقولوله، وخصائص النمائية بحيث لتشمل على نواتج وخبرات تتناسب مستوى العقلي للطالب وتلبي حاجيتها. المستوى الرابع أن تكون الأهداف واضحة ومحددة مع الابتعاد عن الألفاظ والتعابير الغامضة. هنا أن تكون قابلة للقياس والملاحظة، إذا يسهل التحكم على تحقيقها لدى المتعلم. أن يجتنب المعلم استخدام الأفعال الغامضة التي يصعب قياسها، مثال أن يدرك، أن يصبح قادر، يفهم إلى آخره. يجب أن لا يشمل الهدف على أكثر من نتائج تعليمية تعليمي واحد. أن تكون الهدف واقعي ويمكن تحقيقه خلال مواقف أو نشاط تعليمي. نمر الشريحة. فوائد صياغة الهدف السلوكي: توجيه الأهداف السلوك المعلم لدى تخطيط عملية التعليم وتنفيذها. الثاني توجيه الأهداف السلوكية جهود المتعلم أثناء التعليم، لأن معرفة المسبقة لما يرغب عليه وأدائه في نهاية التعليم يمكنه من يوجه مجهوده وتركيزه وانتباهه على مكونات هذا الأداء بحيث يغدو أكثر قدرة على إنجازه. تنفيذ الأهداف التوجيهية في مجال التقويم، ربما كانت الفائدة في هذا المجال أهم وظائف على الإطلاق. وهنا نمر للنشاط. أوكي. هنا مش نقول منكم يشرح لي أو يكتب لي 3 أهداف سلوكية مع مراعاة توفير شروط الهدف السلوكي. هنا مش نعطيكم نصيحة، تذكروا أن الهدف السلوكي أن يكون من المعادلة التالية: أن مع فعل سلوكي، مع طالب، مع أداء الظاهري، مع مستوى أداء المقبول، مع شروط الأداء. شكون مش أستاذ أمير يتكرم يفتح المايك ويعمل لنا هكا؟ ممكن نعمله سؤال تفاعلي عبر الكلاس بوينت كمان. يمكن معي نفعلوا الكلاس بوينت، أنت ونبعث لهم الرابط أستاذ أمير. اوكي تالت مرة. اوكي ايوة في الاول اخذنا ماشي. اوكي لحظة واحدة. بسم الله. 3 اهداف سلوكية مع مراعاة توفير شروط الهدف السلوكي. تفضلوا، انا هنفعل الشريحة وانتوا حضراتكم تكتبوا عادي خالص باذن الله تعالى. عندنا رقم الكود، خلي بالكم تغير، 38455، وانا وادى الباركود وهيجي لكم لحظه واحده. هوني الباركود موجود عند حضراتكم، نمسحه، واللي موجود في الصف ممكن يشوف هنا 3 8 4، وبعت لكم كمان الرابط لو فيه
بسم الله على ميلنا خالص، أمور بسيطة جدا أهو، واحدة واحدة تاني. أدا الرابط بتاعنا بحطه يعني تدخل مباشر منه إن شاء الله، وهذا الرابط نسخناه بالكود، يعني أنت مش هتحتاج حاجة، مجرد إن حضرتك تضغط على الرابط خلاص، لأنه موجود فيه كل شيء. كل شيء يحكي أن يكتب أحمد حرف الألف على السبورة بثلاثة محاولات صحيحة من الأصل 5 في جلسة علاجية ليوم الثلاثاء 11/4/2023. تمام، هذا هو اللي اضغطوا على الرابط اللي بعته حضراتكم او امسح الباركود وهتخش في الكلاس بوينت مباشره وتعطي اراء حضراتكم. اتفضل امور، انا لسه ما فعلتش الشريحه او الكود ثاني اهو، وهنا الله هنا دخل معانا في الورشه 11 12، لا كانوا في كتير عشان الشريحه الثانيه لغيتها، دي شريحه اخرى برقم اخر. تمام، انا بدلته يعني. اهلا وسهلا استاذه ايمان واستاذه رقيه واستاذ ازهر، استاذه ازهر واستاذه مريم مرحب بيكم، استاذ زهير، كلنا ندخل احنا معانا برو يعني الحمد لله نقدر نتفاعل مع بعض. لحظه واحده استاذه فاطمه، كله داخل دلوقتي، يلا بسرعه، هو معانا الكود ونمسح هوني موجود، هو 3 8 4 5 5، وفيه على الدردشه الرابط بالكود، ممكن حضرتك بس ما عليك الا انك تدخل على طول. اهلا وسهلا بكل الحضور الكريم، شرفتونا، ان شاء الله هيبقى فيه مسابقه جميله جدا وهيبقى فيها برو يعني بعد كده ان شاء الله، وعندنا ان شاء الله هنبدا القران الكريم كل يوم، الحضور اللي يبقى معانا لغايه في الليل بنقرا كل واحد صفحه من القران الكريم ان شاء الله، على اخر 10 ايام نكون خلصنا القران باذن الله تعالى، اللي موافق يجلس معانا ان شاء الله وهيكون لنا نصيب في بإذن الله العشر أيام نخلص فيهم ذكر الله والقرآن الكريم بإذن الله تعالى. مرحب بكم جميعا، انضم 35 36 دلوقتي، الأستاذ أنا أهلا وسهلا، بدر أهلا وسهلا، والأستاذ سعيد أهلا وسهلا بيك، أستاذ رامي أهلا وسهلا، أستاذ داني أهلا وسهلا، أيمن، أستاذة ماجدة، أستاذة محفوظة، أستاذة ريم أهلا وسهلا بكم جميعا، أستاذة نكوى، معلش الأسماء يعني عشان بمرر بسرعة، أولي عندي ما شاء الله عليكم 42، عايزين أكتر، إحنا أكتر من 100 وشوية يعني ما شاء الله 100. عندنا الحضور يعني ما شاء الله النهاردة يعني أولي 115 وما لحقناش نشترك، عندنا عطلنا شوية. تمام، يلا كلنا ندخل ونتفاعل مع الشريحة، أشغلها هعطي كل الحضور دلوقتي، يلا بسم الله بسم الله، هفعل الشريحة وادخلوا عادي، ادخلوا عادي، يلا كلنا استاذة توفير شروط الهدف السلوكي السؤال، قولي لهم تاني معلش، ايوه تكتبوا لي 3 اهداف سلوكية مع مراعاة توفير الشروط الهدف السلوكي. جميل، أو انا اعطي 4 دقائق بقى 3 دقائق ونص بسرعه بسرعه يلا. نعم، مثال نعطيهم امثله نساعدوهم، مثال لا هم يجيبوا، خليهم يفكروا لا ما هو نساعدهم وهم يكتبوا، مثلا تنميه مثل واحد. ايوه في الحضور الكريم في ناس بتكتب جميله، يلا نشوف كده بسم الله. يعني اقوم الطالب بقول لي هنا النطق الصحيح الاحرف، الاستاذه ايمان، الاستاذه نصرة اهلا وسهلا بيقول لي هنا ان يذكر الطالب رموز المجموعه، والله ناس ما شاء الله عليكم ما شاء الله. ايوه يلا انا بعطيكم جمهور عظيم، استاذ امير جمهورنا عظيم، حضورنا عظيم، اقرأي عشان انا ملتفت لحاجات تانية هنا. مرحب بيكم اهلا وسهلا، ان يقوم الطالب بكتابة الواجب بشكل جيد ما شاء الله عليكم. ما شاء الله، ان يعيد الهدف السلوكي بفعل مضارع، ان يقوم الطالب بكتابة الواجب بشكل جيد حتى يتحصل على الدرجة كاملة، احسنتي، ان يتعرف على النواسخ، وأن يمكن الطالب من فهم كان وأخواتها، وأن يطبق الأسئلة
أن يطبق أمثلة على القاعدة أن شنو هي ذي؟ لحظة أهو أرفع لك حيت الكتيبة جويدة ما تظهر ليش أستاذ أمير هيك عليه معليش هقرأ أنا هنا بأن يقرأ التلميذ النص قراءة جهيرة مسترسلة أن يوضح معاني بعض المفردات جيدة أن يوظف كلمة مثلا شعر أوكي في جملة مفيدة طيب عندي أن يعرف الطالب الجملة بطريقة صحيحة ما أوكي جميلة والأستاذة فاطمة أن يعطي معنى كلمة اعتمادا على المعجم أن يتعرف على الفكرة المناسبة للبيت الشعري أن يوازن بين بيتين ذا اعتماد على المضمون أوكي والله ما شاء الله عليهم جايبين إجابات حاجات رائعة وصفحة جميلة جدا جدا ما شاء الله 55 احنا عندنا كتير يعني الحضور انا معايا برو واسع جدا اوه ادخلوا براحتكم بعد كده ممكن نختار يعني اسرع حد ونعطي له البرو 3 شهور بس مع محاضرات تانية ان شاء الله عشان لسه ما كناش مستعدين كلنا عشان ما حدش يزعل يعني ماشي اوكي أيوة أهلا وسهلا بكم جميعا شرفتونا جزاكم الله كل خير والله تفاعل زي الفل هنا نعم نضغطوا على الرابط أنا بعثت لكم الرابط وعودوا ادخلوا اللي ما دخلش اللي ما دخلش يدخل يلا أوكي يلا أوكي إحنا بنشجع الطلبة بتوعنا لما يجي تستخدم الكلاس بوينت كده ودي أداة سحرية مضافة للباور بوينت مخلي يلي جمال وفيها حاجات لسه سحرية جدا جدا ما شاء الله وشوفوا الهدف أنا بيتعرف على الفكرة الصحيحة للمضمون شكرا جزيلا لكم بقول أن يبين الطالب مفاهيم الخريطة أن يتدرب الطالب على قراءة النص أن يتعرف الطالب على معاني المفردات أستاذة هدى أهلا وسهلا أستاذة هدى حمد أن يكتب الطالب الأرقام من 1 إلى 10 بترقص أهلا أستاذة إخلاص قدرة الطالب على أداء سلوك معين هنا لتعرضوا العملية التعليمية أهلا وسهلا بكم جميعا وإجابات ممتازة وأنا مش لاحق أقرأ بسرعة تمام أهلا وسهلا لسه كمان نعم. شفتي خدوا لقطة للشاشة وضفوها معاكم للملف بتاعكم بتحتاجوها لو عايزين تاخدوا كوتش كلاس بوينت أو مدرب كلاس بوينت وأنا بعملها بضيفها معانا بقى خلاص شكرا لكم بديكم كلكم أورد ستارز كلكم نجوم وكلكم تستاهلوا كل خير وضفت الشريحة كمان معايا للباور بوينت بتاعنا عشان تبقى دليل على إن أنتوا ناس متميزة وشوفوا كل كلام حضراتكم اتكتب هنا بالنص كله موجود ما عادش حاجة في المحاضرة إن شاء الله هنخلص بعد دقائق مشكورين لأن بالحق معناتها استفدنا من هذه المحاضرة واستفدتم أنا حاب نعمل نشاط هذا باش نراكم استفدتم اللي نعم غير الملل تمام واحنا تمام شكرا أستاذة الخاتمة بقى الخاتمة أهداف علم النفس التربوي له علاقة عديدة من مجالات كثيرة منها أهمية والتي لا يمكن الاستغناء عنها والتي تساعد في تقديم عملية تعليمية لذلك يجب على الدولة أن تقوم بعمل دورات تدريبية للمعلمين وذلك لدراسة علم النفس التربوي بشكل يساعد على إثراء العملية التعليمية ومنها يتقدم بها المجتمع نشكركم جدا لحضوركم نشكر الأستاذ أمير الأستاذ هادية الأستاذ وليد السروي الأستاذ عبد الرحيم نشكركم وجميع الحضور سوزان مريم ألفا الكل أستاذ رامي الكلكم مشكورين نشكركم شكرا للدكتورة تفاعلكم بالحق اليوم فرحانة بكم برشا حضورنا محليكم بالحق محليكم كل الشكر وكل التقدير نعم شكرا جزيلا للأستاذة فاطمة جيدارة من تونس على المحاضرة الرائعة نشكر الدكتورة علا سليمان على الترجمة وهي من مركز أبيلتي للدراسات والتدريب بنقول لها أهلا وسهلا بك شرفتينا جزاك الله كل خير وأدائك الجميل الرائع ده شكرا للحضور الكريم